بخصوص تركيا تركيا صاحب الجلالة عبر في رسالته وفي برقيته التي بعت بها وبعتها عفوا إلى رئيس الجمهورية التركية وعبر يعني عن, عن عن مشاعره وعن وعن تضامنه مع الشعب التركي في هذه المحنة التي يمر منها هذا البلد هذا الخلية اللي تعملات ديال الأزمة تلقت 1743 اتصالا من الجاليه المغربيه المقيمه بجمهوريه تركيا وافراد عائلتهم تم التبليغ عن اربعه الوفيات الله يرحمهم الله يوليهم برحمه الله وتم التاكد من ان 84 مغربي ومغربي بصحه جيده المشكل اللي كاين في هذه المنطقه هذه لانه ربما في السؤال ديال محمد هو ان الشبكه الهاتفيه ديال المنطقه تضررت بشكل كبير وهذا هو واحد من الصعوبات اللي كيطلقها المركز او خليه الازمه في تلقي الاتصالات لكن كل المجهودات يتم يعني تعبئتها من اجل ان نكون الى جانب المغاربه 1743 اتصالا هاتفيا ربعه ديال الوفيات توفاهم الله الله يرحمهم و48 مغربي ومغربيه تم التاكد بانهم في صحه جيده